أغلى وأقدس ثوب في العالم. انتقل شرف صناعته من الشام لمصر لتتسلمه السعودية أخيرا. تبارى في تغييره الخلفاء والملوك على مر التاريخ. سنتحدث اليوم عن ستار الكعبة المشرفة، تاريخه ومواعيد تغييره، وأين يذهب الثوب القديم. تاريخ سحيق. يرجح المؤرخون أن أول كسوة للكعبة صنعت على يد الملك اليماني التبع الحميري في الجاهلية، وحملت قريش بعد ذلك مسؤولية كساء الكعبة. وبعد فتح مكة كسى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الكعبة في حجة الوداع بالثياب اليمانية على نفقة بيت مال المسلمين، لتصبح سنة اتبعها الخلفاء الراشدون حتى عهد معاوية بن أبي سفيان الذي كسى الكعبة مرتين في العام في يوم عاشوراء ومع نهاية رمضان. وكانت كسوة الكعبة بداية تصنع من أفضل الأقمشة الدمشقية وترسل إلى مكة من منطقة الكسوة في دمشق، ومن هنا سميت كسوة. ثم انتقلت صناعتها إلى مدينة تنيس المصرية، وبدأت تصنع كسوة فاخرة من الحرير المطرز، واعتبر المصريون صناعتها شرفا خاصا بهم، فخصص الملك الصالح الناصر بن قلاوون عام 751 للهجرة وقفا في مصر لكسوة الكعبة مرة سنويا. وتم العمل بهذا القانون بانتظام حتى عهد محمد علي، ثم تأسست دار صناعة الكسوة بالقاهرة إلى أن تسلمت السعودية هذه المهمة عام 1927 ميلادية، الذي شهد صناعة أول رداء للكعبة بدار مخصصة بجوار المسجد الحرام. وفي عام 1965 ميلادي صنع أول رداء بتدخل الآلات، بينما شهد عام 1972 تشييد مصنع كسوة الكعبة المشرفة وتزويده بآلات النسيج والتطريز التي يتم تحديثها كل عام، ويضم أكثر من 200 عامل لإنتاج كسوة الكعبة الخارجية والداخلية والكسوة الداخلية للحجرة النبوية الشريفة. أغلى ثوب في العالم. تستخدم أجود أنواع الخيوط على مستوى العالم في صناعة الثوب لأقدس الأماكن، حيث تزن الخيوط 670 كيلوغراماً، إضافة إلى أسلاك وخيوط من الذهب الخالص عيار 24 قراطاً، ويصل وزنها إلى 120 كيلوغراماً، وأخرى من الفضة تصل إلى 100 كيلوغرام. أما كلفة الثوب فتقدر ب$6 ملايين تقريبا في مصنع يضم أكبر ماكينة خياطة في العالم بطول 16 مترا. وتتخذ الكسوة في الوقت الحالي لونين هما الأسود والذهبي، وخامتها من الحرير الطبيعي. أين يذهب الثوب القديم؟ الكسوة القديمة للكعبة تتسلمها لجنة من الحكومة السعودية، تتولى تقطيعها إلى قطع صغيرة وتوزيعها كهدايا على كبار الشخصيات والدول والسفارات في المملكة. أما أقدم كسوة كاملة للكعبة فموجودة في جامع أولو بمدينة بورصة التركية، وتعود إلى عام 1517. كذلك توجد كسوة قديمة في دار صناعة الكسوة بالقاهرة، وتعرض أجزاء من كسوة قديمة في معرض النسيج بالمعز في القاهرة، كما عرضت قطعتان من كسوة الكعبة باللون الأخضر والأسود ترجعان إلى نهاية العصر المملوكي وبداية العصر العثماني. أما اليوم يتم تغيير رداء الكعبة مرة واحدة سنويا في يوم عرفة. فهل حضرت يوما مراسم تغيير كسوة الكعبة؟ صف لنا شعورك آنذاك.